مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. عن أوقات الفضيلة وأوقات الكراهة هتكون حلقتنا النهاردة مع من فتاوى الناس مع فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي بنسعد بوجود فضيلته معنا على الهواء. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه زينب والساده المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا. اوقات الفضيله واوقات الكراهه، حابين نعرف من فضيلتك في بدايه حلقتنا النهارده عن الاوقات، اوقات الصلاه طبعا اللي يحب ويستحب اننا نصليها في وقتها. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. هي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، ولذلك اهتم الشرع الشريف بها اهتماما بالغا، فحدد أوقاتها وحدد أنواعها وعدد ركعاتها وفضل كل منها. الصلاة أنواع، في صلاة مفروضة لا الفرائض الخمسة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلوات مستحبة اللي هي السنن، سنن الصلوات، أو سنن مستقلة زي صلاة الضحى مثلا، قيام الليل وهكذا. هذه الصلوات المفروضة وغير المفروضة التي حدد لها وقت، هذا التحديد جاء من الشرع الشريف. الكلام الآن عن صلاة الفريضة التي هي العمود الأساسي والتي هي الأصل الأصيل في موضوع الصلاة. نعم. الصلوات كل صلاة لها بداية، لها وقت بداية ووقت نهاية. علم سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، صلى به الصلوات الخمس في يومين، كل يوم في وقت معين. اليوم الأول في بداية الوقت اللي هو دلوقتي زي دلوقتي كده مثلا، مع الأذان، الأذان الظهر مثلا مع أذان العصر مع أذان المغرب. ثم في اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، يعني قبل الأذان، يعني صلى به الظهر مثلا قبل أذان العصر بخمس دقائق أو حاجة، العصر قبل أذان المغرب بخمس دقائق وهكذا. ثم قال له الوقت ما بين هذين، يعني وقت كل صلاة ما بين هذين، الوقت في أوله والوقت في آخره. ثم جاء الشرع الشريف وقال أيها الإنسان المسلم اعلم أن أفضل ما يمكن أن تفعله بخصوص الصلاة هو أن تصلي الصلاة في أول وقتها، زي كما في الحديث اللي حضرتك ذكرتيه في البداية، حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها أو الصلاة في وقتها. وهنا قال العلماء إن المراد بذلك أي الصلاة في أول الوقت، حتى جاءت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله، يعني كأن الفضل الأكبر هو أن تصلي الصلاة في أول وقتها. طبعا كل هذا محله ومكانه حينما يستوي مع الإنسان أن يصلي في أول وقت وفي آخره، يعني الظروف عندي تسمح أن أنا أصلي في أول الوقت وتسمح أن أنا أصلي في آخر الوقت، وهختار إيه الأفضل؟ الأفضل أنك تصلي في أول الوقت، يعني الأذان يأذن أقوم أتوضى وأصلي الفرض على طول. صحيح. لكن هنفترض بقى أن في واحد في الطريق مثلا وأذن المؤذن، أو في الحالة دي أنا هصلي إزاي؟ لا يبقى أنا هستنى لما أرجع، ممكن بقى في وسط الوقت في تلت الأخير ما فيش مشكلة. دي نقطة مهمة دكتور، اللي هو في سبب أو في عذر تأخير الصلاة. نعم. يعني ما كنش بشوف مسلسل، بلعب، مش مهتم، طب ما لسه قدامي وقت طويل، لا أنا أسمع الأذان أقوم أصلي، لأن أوقات الأمور بتتفهم غلط، اللي هو ربنا سمح لي بوقت فوقت ما أنا أقوم هصلي الفرض. هو في البداية في حاجة في الفقه أو في علم أصول الفقه اسمها الواجب المتعلق بالوقت، فبيقولوا كده ان الصلاه، الصلوات الخمس الفرائض يعني، الواجب فيها واجب موسع. موسع يعني ايه؟ يعني الوقت الذي حدده الشرع لصلاه الظهر مثلا، من اذان الظهر الى اذان العصر، هذا الوقت يسع ان انا اصلي فيه الظهر اكثر من مره. لو واحد حب يصلي الظهر
مرة بعد مرة بعد مرة، ممكن يصلي 50 مرة مثلا. فبيقولوا ده الوقت اسمه وقت موسع، يعني يمكن أن أؤدي الصلاة في هذا الوقت أكثر من مرة، بخلاف مثلا صيام رمضان هصوم من يوم واحد لآخر يوم في الشهر، ما فيش يوم هصوم فيه يومين في جوه يوم مثلا، ما فيش حاجة اسمها كده، وما فيش يوم هفطره. فيقولوا ده واجب مضيق، يعني على الواجب على قد الوقت بخلاف الصلاة. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله علشان احنا بنتكلم في فضيلة الصلاة في أول الوقت، ما بنتكلمش على وجوب. يعني الأفضل هو أن أنا أصلي في أول الوقت. طب هفترض أن في حد مثلا لم يراعي هذه الأفضلية وصلى بعد نص ساعة مثلا أو بعد ساعة، صلاته صحيحة. ليه؟ لأن هذا الوقت هو وقت الصلاة وهو واجب موسع. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه سيدنا جبريل قاله الوقت ما بين هذين، هتصلي في أول الوقت الصلاة صحيحة، هتصلي في آخر الوقت صحيحة، لكن ما هو الأفضل؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو الفضيلة، وقت الفضيلة أو الوقت الأفضل هو أن أنا أصلي الصلاة بمجرد أن يؤذن لها المؤذن. جميل. في صلوات معينة لازم أول ما أسمع الأذان كده وقتها مسروق، يعني وقتها ضعيف أو قليل، لو الإنسان ما خدش باله هيلاقي العشاء أذنت، بخلاف مثلا وقت العشاء ده ممتد وقت طويل، وقت الظهر وقت العصر. يبقى الصلاة في أول الوقت مستحبة وهو الأفضل في كل الصلوات، لكن تزداد الأهمية مع الصلوات التي وقتها بسيط، زي صلاة الفجر مثلا أو زي صلاة المغرب. في أوقات يا دكتور محمود صلاة العشاء مثلا بنخليها الوقت متأخر كتير جدا، وزي ما حضرتك تفضلت بستند على إيه؟ الوقت ده ممتد، فممكن أصليها قبل الفجر بنص ساعة ربع ساعة، ما الوقت مفتوح. شرعية يعني الموقف ده أو الصلاة دي بتبقى مقبولة ولا لا؟ هو صحيحة ما فيهاش مشكلة، حتى لو كانت قبل الفجر على طول مفيش مشكلة، طالما أن المصلي سينتهي منها قبل أذان الفجر، لأن ده وقت، الوقت هذا من أذان العشاء إلى أذان الفجر كل هذه الساعات تصلح أن أصلي فيها صلاة العشاء. الأفضل أن أصلي مع الأذان أو أصلي في أول الوقت. طيب يجوز تأخيرها لتلت الليل كما جاء في بعض الروايات أو النصف الليل، مفيش مانع إذا وثق الإنسان أنه هو يصلي. لكن واحد مثلا بينام بدري ملوش في السهر، فلو ترك مثلا صلاة العشاء في أول وقت ساعتين أو حاجة ممكن ينام فيخرج الوقت، أو ده هنقول له لو سمحت صلي على طول أول ما الأذان يؤذن ابدأ في الصلاة. يعني كل واحد يعني يدبر أمره، المهم أنه لا بد وحتما أن أصلي الصلاة المفروضة في وقتها، لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن أنا أؤخر الصلاة بلا أي مبرر بلا أي سبب. أفضل شيء في الصلاة هو أن أنا أصليها في أول الوقت، وأول الوقت لأن بهذا يكون الإنسان قد أدى الفرض وقد يعني تأكد تماما من إسقاط الفريضة، يعني من أدائها يعني في وقتها في أول الوقت، ولم يعرض نفسه يعني احتمالية بقى أنه يتأخر أو الوقت يسرق أو يخرج الوقت. جميل. نستأذن فضلتك نستقبل مكالمات مشاهدينا الكرام. ألو، أستاذ عادل. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. الله يخليك. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضل يا أستاذ عادل، عندي سؤالين. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، أنا راجل رجلي مبتورة. تمام. ممكن أتيمم وأنا نايم على السرير، لأن أهل البيت في الفجر بيبقوا نايمين. والسؤال الثاني، ممكن أخد قرض عشان أعمل، يعني القرض حلال إن أنا أقدر أجيب جهاز لرجلي أو لا؟ شكرا لحضرتك. ألو. يا استاذ عادل. حاضر. يا فندم، دكتور محمود هيرد على حضرتك حالا. طيب استاذ عادل، سؤاله الاول بالنسبه للتيمم،
لعدم قدرته على الذهاب إلى للوضوء يعني في صلاة الفجر خاصة، ما فيش مانع، هذا التيمم مشروع عند عدم القدرة على استعمال الماء، وعدم القدرة على استعمال الماء إما لفقد الماء أو لكون الماء موجودا لكن لا يمكن للإنسان أن يستعمله بسبب المرض مثلا أو بسبب الحالة كما مع الأستاذ عادل، فيبقى يجوز له أن يتيمم وهو على السرير ما فيش أي مشكلة. التيمم كما قلنا ووضح السادة العلماء هو عبارة عن ضربتين على الأرض أو على الحائط مثلا بالكفين، بيمسح بالأولى الوجه ونمسح بالثانية الكفين، وبعض الفقهاء قال نزيد إلى أن نصل إلى المرفقين. جميل. ويصلي بهذا التيمم وصلاته صحيحة إلى أن يتمكن من الوضوء فيتوضأ ولا حرج عليه. طيب السؤال التاني، عاوز يعمل قرض يشتري جهاز لرجله المبتورة، جائز وحلال ولا لا؟ هو الأخذ المال من البنك بيرجع فيه إلى الغرض منه وإلى ظروف كل واحد، فإذا كان محتاج يشتري جهاز لنفسه أو جهاز للبنت أو كذا وظروفه لا تسمح إلا يعني بهذا الشكل، خلاص ما فيش مشكلة، الحاجة إذا وجدت هي التي يعني تحكمت في الإنسان، ولذلك فلا حرج عليه، المهم أن يكون قادرا على سداد هذا المال، ما يبقاش الأخذ سهل والرد صعب، هتبقى مشكلة، فلو في مقدرة على السداد يبقى ما فيش مشكلة. و بس القرض بحد ذاته ما فيش مشكلة، اللي هو ينفع في الحالة في حالته ما فيش مانع أن يأخذ على قدر ما يحتاج، والمهم نؤكد أنه لا بد أن يكون قادرا على السداد حتى لا يغرق نفسه في الدين. أستاذة حياة أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أهلا بك يا حبيبتي، معلش عاوز أكلم عم الشيخة لو سمحتي. طبعا مولانا مع حضرتك، تفضلي. طيب حاولي مرة تانية يا أستاذة حياة تكلمينا، معانا أستاذ عبده. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. كنت عايز بس ليا سؤال عن سيدنا الشيخ، كنت عايز اساله، يعني كان في زعل ما بيني وبين اخويا بسبب ان انا دعست معاه، يعني هو كان عاق والدته يعني. طب سؤال حضرتك ايه يا استاذ عبده؟ يعني هو كنت يعني انا كنت واقع في الظروف وكده، فكنت طالب يعني يعني كنت كان في اشكال ما بيني وما بينه، على اني كنت طالب مساعده من والدتي وهو قال لا يعني عبده ما ياخدش. فانا يعني قلت له يا عم انا ما باخدش حاجه من حد، انا ما بطلبش حاجه الا من ربنا. طب ايه المشكله؟ يعني الحمد لله ما بطلبش حاجه غير من ربنا يعني. بس انا مش فاهمه سؤال حضرتك. انا بقول لحضرتك السؤال. يعني ما المشكله او اين المشكله؟ يعني انا لو هو دلوقتي خصمني ما بيكلمنيش بسبب ان انا يعني قلت له يا ابني انا كنت طالب من والدتك، قال لي لا انت والدتك مالكش دعوه بفلوسها وكده. هو اخو حضرتك الكبير ولا الصغير يا حاج عبد؟ اخويا الصغير. اخوك الصغير. شكرا لحضرتك يا فندم، يعني السؤال حضرتك وصل. طيب يعني انا مش فاهمه برضو ايه سبب ليه ما بيكلمش اخوه. هو حصل انه محتاج مساعده فذهب لوالدته يطلب مساعده، فاخوه الثاني اعترض بيقول له انت بتاخد من والدتك ليه. يعني هو اولا اذا كانت الام بحاله صحيه جيده وتعي ما تفعل ومدركه لتصرفاتها فهي صاحبه القرار، تعطي الولد أو لا تعطيه، تتصدق أو لا تتصدق، الأمر إليها، لا علاقة للولد الأصغر ولا للولد الأكبر بهذه الأمور، وإنما هي صاحبة القرار. كون بقى أن في مشكلة بقى أو في خصام أو كذا، لا نحاول قطع الخصومة أيا كان، يعني من حاولش نسيب المسائل تكبر فتحدث قطيعة. هو الموضوع بسيط، هي مساعدة والمساعدة جت خير وبركة والحمد لله رب العالمين، ما جتش خلاص ينتهي الأمر. ما فيش داعي اللي انت تزعل من أخوك يعني، لكن نزعل بقى وخصام وكده، زائد انه في النهاية لا المال مال الولد الأصغر ولا الولد الأكبر، ده المال مال الأم وهي صاحبة التصرف، يعني لا تبقى الحاجة بتاعتنا ولا نسيب الأمور ماشية. صح. فلا يعني نحاول قاطع الخصومة بأي كان. بس هو كده معلهوش حاجة، ده أخوه الصغير هو اللي مخصمه، يعني هو اللي زعلان منه، هو يبدأ يتكلم معاه عادي
وكأن ما فيش حاجة حصلت. صحيح صحيح. طيب أستاذة حياة رجعت تاني. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. اتفضلي. معلش يا بنتي هكلم عم الشيخ بس. اتفضلي. ماشي. أنا مرات أمي على طول بتزعلني وآخر مرة ضربتني فهم لمين عليا ناس عاوزين يصالحوني وأنا مانيش غدري إن أنا أصالحها. هذا عليا حرمة مانيش عاوزة حتى أكلم عشان هزقتني مرة واثنين وثلاثة وآخر مرة قامت ضرباني. طب تصرف ابن حضرتك عمل إيه؟ والله يا بنتي معاهم يعني جاتي هو هم بيقولوا له كلام غلط يعني انا والله ربنا اللي عالم يعني ما ربنا هو الشاهد علي. طيب ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني هو دوني ده السؤال يعني معقول هم عاوزين يصالحوني وانا رب شايل حرمتي. حاضر. شكرا لحضرتك يا حاجه حياة. مرات ابنها بتزعق لها وبتضربها. هو طبعا ده يعني تصرف لا يصح لا يليق حرام طبعا لا يجوز. مسألة قبول الاعتذار أو قبول الرجوع أمر يرجع إلى الإنسان. يعني هي السائلة الكريمة لو قبلت هذا ما فيش مانع. يعني لو قبلت هذا الاعتذار وحلت المشكلة ما فيش مانع وده الأفضل طبعا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا لم تقبل فالأمر إليها. المهم أن يكون الـ 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 الأمر ليس بسبب منها مثلا. يعني ما تبقاش هي مثلا مخطئة في هذا الأمر. فإذا كان الخطأ من الطرف الآخر فالسائلة الكريمة لو قبلت الاعتذار جزا الله خيرا وهذا أولى وأفضل. إذا لم تقبل فالأمر إليها وهي صاحبة القرار. طيب في سؤال على السوشيال ميديا من فلاح منصور هو من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مقرونة بالاحترام والتقدير. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. سؤالي هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر في منتصف النهار نظرا لظروف عملي؟ هو صلاة الفجر زيها زي أي صلاة لها وقت وقت بداية ووقت نهاية. وإذا صلاها الإنسان في وقتها المحدد لها تسمى صلاة حاضر أو أداء. يعني وقعت الصلاة في وقتها ولا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها. بل على كل إنسان أن يحافظ على الصلاة في وقتها. أما إذا خرج بقى وقت الصلاة بسبب النوم مثلا أو بسبب أنه سهى ظن أنه صلى واكتشف في وسط اليوم أنه ما صلاش الفجر يبقى في الحالة دي يصلي الفجر قضاء قضاء لأنها ليست حاضر ليست في وقتها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة حتى خرج الوقت أو نسيها ظن أنه صلى واكتشف في النهاية أنه ما كانش صلى ولا حاجة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقت ما تفتكر الصلاة اللي فايتة منك أصليها على طول. لكن ليس معنى هذا أن أنا يبقى الفجر يؤذن أو المؤذن يؤذن وأنا أقول إيه طب أصليها وسط اليوم. لا ده ما ينفعش ما ينفعش. طيب معانا أستاذة هيام على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. بقول لحضرتك أنا كنت عايزة أسأل ده فضلت الشيخ على إن دلوقتي مثلا لو حبيت أفسر اللي هو المنام لو حبيت أتصل مثلا على برنامج أو إن أنا أقعد أسمع برنامج تفسير الأحلام ده حلال ولا حرام ولا يعني مثلا أنا لو مثلا عندي رؤية وحبيت أتصل على برنامج ده وكده أنا برتكب ذنب ولا مثلا ده عادي ولا إيه؟ طب تفسير الأحلام من ناس متخصصة في الدين ولا الحاجات التانية؟ اه 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 ايوه بيبقى برنامج على الهوا زي ما مثلا بسمع اي برنامج. طب في اي أسئلة تانية؟ لا يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. شكرا. شكرا. معانا أستاذة سارة. ألو. طيب أستاذة هيام وده موضوع برضو يعني مهم جدا دكتور محمود. تفسير الأحلام أركز في التفاصيل بتاع الحلم بتاعي وكل حاجة ليها دلالة وأقوم وأخلي حياتي ماشية على التفسير ده. هو الأحلام أو تفسير الأحلام ليس علما لا قواعد له وبالتالي ما فيش فيه متخصصين يعني بحيث زي علم الفقه مثلا أو علم الطب أو الاقتصاد أو كذا. فلا توجد آليات معينة ولذلك لا نفضل ان الانسان كل ما يشوف حلم مثلا او حاجه ان هو يبقى مشغول جدا بتفسيره.
واروح لفلان واروح لعلان، ما هو ما فيش علم بيدرس بحيث ان انا لما اروح فهسال فهيبقى مبني على قواعد. ده هي كانت مهمه الانبياء، ويعني الحاجه كده بيبقى فتح من الله سبحانه وتعالى. ثم ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث مهم جدا في مثل هذه المسائل بحيث تغلق الامور، لان الانسان ساعات كده بيسيب نفسه فتجده يا اما متفائل او متشائم، ويبدا يرتب احكام على ما يرى او الحاجات اللي بيشوفها او لحد بيشوفها له كمان. يعني لا تقتصر ان انا شفت لنفسي، لا ده واحد يقول ده انا شفت لك كذا وكذا وكذا، يبدا يرتب بقى حكم، لا ده التصرف ده غلط التصرف ده صح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: اذا راى احدكم ما يعجبه او ما يحب، يعني الشيء اللي هو الحسن يعني، فليحمد الله سبحانه وتعالى ولا يحدث الا من احب، ما يتكلمش الا مع واحد يعني بيحبه خالص. وإذا رأى ما يكرهه فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر به أحدا. يبقى أنا دلوقتي في الحلم بين حاجتين، يا إما حاجة حلوة فالحمد لله رب العالمين وخلاص، ممكن أحكي مع حد يعني كده من المقربين ليا خالص يعني، ولو وجدت حاجة سيئة يبقى ده من الشيطان، هستعذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص، ولا كأني شفت حاجة. بس الفرجة على البرامج دي فيها أي ذنب أو حرمانية؟ بغرض التسلية مثلا، تضيع الوقت، هي المشكلة الاستطلاع. المشكلة في مثل هذه المسائل مش في المشاهدة نفسها، المشكلة في التأثر فيما بعد. يعني الحاجات دي بتخزن شيئا بعد شيئا فشيئا، ففي النهاية بنصل إلى التأثر. زي ما في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. المصاحبة، فالمصاحبة في الحديث بتقول إيه أو بيفيد إيه؟ بيفيد أنه خد بالك طول ما أنت مع شخص مصاحب له الطبائع تسرق، فيكون الطبائع تسرق، ومصاحبة الأخيار تورث الخير، ومصاحبة الأشرار تورث الشر. كتر المشاهدة مع كتر السماع والتركيز بالإنسان بيتأثر بها حتى ولو قليلا. ولذلك فمثل هذه الأشياء يعني الإنسان يعني لا يقف عندها كثيرا، يتجاوز هذا الأمر ويمر عليه مرور الكرام. معنا أستاذ أحمد على التليفون، أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. أنا معايا ابني اسمه محمد، يعني عنده 8 سنوات ما شاء الله. محمد ده بسم الله ما شاء الله يعني متعود جدا على الذهاب الى المسجد على طول، فيعني احيانا يجي في صلاه الفجر انا ما بخاف عليه ما بخليهش يروح، هل انا عليا ذنب في كده ولا لا؟ ده السؤال الاول. طب الجامع بعيد عشان كده حضرتك قلقان؟ لا مش بعيد، احنا ساكنين في يعني جنبينا زرع وكده، فبقلق عليه اذان الفجر انه يروح لوحده، ف بمنعه عن صلاة الفجر بقول له صليها الصبح، هل ده عليا وزر في ذلك ولا لا؟ السؤال الثاني؟ السؤال الثاني انا يعني معايا زوجتي في البيت، ممكن اختلف معاها في اي حاجه، احلف بلاغات كثير. ممكن اتكلم معاها مثلا اقول لها عليا اطلب لك تعمل كذا، عليا اطلب لك تسوي كذا، فهل كثر الحلفان ده انا خلاص زهقت منه يعني عايز ارجع؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث انا متفاوت في الصلاه، يعني ممكن اسبوع كده تلاقيني بصلي كل وقت في وقته في المسجد على طول، ويجيني وقت كده ممكن ما اصليش خالص غير الجمعه، وابقى انا نفسي من جوايا ان انا عايز اروح اصلي بس في حاجه بتمنعني عن كده. حاضر يا حاج احمد، شكرا لحضرتك يا فندم. قبل ما نروح لأستاذ أحمد أو الحاج أحمد، سؤال على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، آدم يعقوب موسى اسم الأكاونت كده. السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم قراءة الدعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل قراية الفاتحة؟ ده أستاذ آدم من الجزائر. ده اسمه دعاء الاستفتاح، يعني بعد الإنسان ما بيكبر تكبيرة الإحرام في دعاء اسمه دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر يعني الدعاء، فهذا وقته أو هذا مكانه بعد التكبيرة الأولى في الصلاة وقبل أن يبدأ المصلي في قراءة سورة الفاتحة. الدعاء ده من السنن من الهيئات
التي يعني يستحب للإنسان أن يفعلها. طيب لو واحد مثلا نسي أو غير معتاد عليه، ما يعرفوش أو يعني ما يسمعش عنها مثلا، خلاص لا شيء عليه، يعني هي من هيئات الصلاة التي لا تحتاج إلى سجود سهو ولا تبطل الصلاة، فقط لو الإنسان عارف يقول ما يعرفش يبقى لا شيء عليه وصلاته صحيحة. أستأذن فضيلتك دكتور محمود نخرج فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم مرة تانية ونجدد التحية بفضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية دكتور محمود. مرحبا. ونستقبل مكالمة أستاذ أحمد على طول. ألو أستاذ أحمد. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ عبد أحمد. أهلا السلام عليكم. بقول لحضرتك كنت عايز أسأل بس سيدنا الشيخ، أنا كان عندي ظروف في البيت صعبة شوية وكنت قرض، مش قرض يعني عندي يعني بيدي فلوس بس يعني ايه الالف عليها 350، وانا كنت محتاج اخد فلوس لاني محتاج يعني عندي مصاريف في البيت، فمحتاج يعني ان انا اصرف عليها وكده. الو مع حضرتك يا استاذ احمد. يعني انا بصلي طبعا، ففي ناس قالت لي طبعا فلوس كده يا ابني هيبقى فلوس كويس وكده يبقى ربا، يعني الالف هياخد عليها 350، بس انا يعني عندي ظروف في البيت، يعني ظروف صعبه يعني، عندي ابن كبير بيتعالج يعني عنده تعصب ذهني، وعندي ابن الثاني برضك بيتعالج ومعايا بنت، فيعني كنت يعني انا ما بتقلش حد، يعني مش عايز اتوجه لاي حاجه غير ربنا، بس الحمد لله يعني الظروف بس هي صعبه في البيت شويه، هل ينفع ان انا اخد قرض؟ حاضر يا استاذ احمد، ربنا يفرجها على حضرتك ويفك الكرب باذن الله. معانا استاذه عائشه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أهلا وسهلا بك يا حبيبتي. بقول لو سمحتي ممكن أسأل سيدنا الشيخ؟ طبعا تفضلي. هو على بنتي خطيبها من منيا، وطبعا إخوانها كل ما يجي يبصوها ويحضنوها متعودين من صغرهم، يجي يسلم عليا يحضنوها ويبصوها. خطيبها من إخوانها مالهم؟ إخوان بنتي كل يعني متعودين يجي يسلموا عليها ويحضنوها ويبصوها. تمام. من صغر كده خطيبها زعل وقال لي ما ينفعش، الدين ما قالش كده والشرع ما قالش كده، وعمال يزعق وبهدلنا. فحضرتك حضرتك تسالي عن حرمانيه الحضن الخال لبنته؟ بسال هو فعلا الدين مش حرام ولا حرام يسلموا ويبوسوا؟ قال لك ان مش، قال لك يسلموا ويبوسوا، بلاش الحضن والبوس. حاضر. وابوه بيجي يسلم عليها ويحضنها ويبوسها، ابوه هو حماها يعني. حماها. حاضر. انا عايزه اعرف حكم الشرع كده ايه. حاضر يا استاذه عائشه، حالا دكتور محمود هيرد على حضرتك. جميل. طيب نروح لاستاذ احمد ابنه محمد 8 سنوات مش بيخليه ينزل يصلي الفجر جنب البيت، خايف عليه. ما فيش مانع، يعني هو الأب أدرى بالظروف المحيطة به وبالمكان وبالأمن والأمان. لو نزل الأب مع الولد للمسجد ده طبعا يبقى أفضل خالص وهتتحقق المصلحة، لو يعني لم يتمكنوا يبقى الولد ما فيش مانع أن هو يصلي في البيت مع أذان الفجر، يصلي حاضر يعني، وصلاته إن شاء الله صحيحة إلى أن يعني يكبر شيئا فشيئا ويكون قادرا على أن ينزل للمسجد بنفسه في مثل هذا الوقت. فما فيش مانع أنه يصلي في البيت. طيب بيحلف طلقات كتير وهو بيعترف، هو طبعا الطلاق لم يوضع من أجل الحلف به، وده خطأ وضد فكرة الطلاق وضد الغرض من الطلاق، لكن في الصيغ التي قالها الأستاذ أحمد اللي هي صيغ على الطلاق ما هعمل كذا على الطلاق كذا، كل ده من قبيل الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، تلزمه كفارة يمين في كل مرة، إطعام 10 مساكين، ممكن إخراج القيمة مالا للفقراء، مش هيقدر يبقى بيصوم 3 أيام عن كل مرة. هو شخصيا بيعترف برضو وبيقول بمشي على فرض واسيب فرض، بمشي على سطر واسيب سطر، أوقات أبقى ملتزم جدا وأوقات أسيب الصلاة، أوقات أصلي الجمعة في ميعادها وقت ما أصليش خالص. طبعا ده خطأ. إحنا بدأنا الحلقة وقلنا إن الصلاة عماد الدين،
الصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. لو صلحت بعد كده الأمور سهلة، لو البداية فيها مشكلة يبقى في مشكلة بعد كده، لأنهم يقولون تصحيح البدايات تصحيح للنهايات. بداية صحيحة النهاية إن شاء الله تبقى صحيحة، لكن لما تبقى البداية فيها مشكلة يبقى النهاية غالبا هتبقى فيها مشكلة. فيبقى لا، محتاج الأستاذ أحمد أنه هو يعني يقف مع نفسه وقفة، بالذات في الفرائض. الفرائض دي لا تحتمل نقاش، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرائض منها الصلاة منها الصيام وهكذا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. يبقى لازم أن أنا أحافظ على الصلوات المفروضة في وقتها، ده لازم، ده لا يحتمل النقاش. زي ما بروح شغلي، زي ما لما بتعب بروح للطبيب، زي ما بصوم بفطر المغرب، طالما في حاجات كده أساسية لا يمكن أن أستغني عنها. الصلاة أهم من الحاجات دي، هي أول الحاجات الأساسية التي لا أستغني عنها. جميل. طيب معنا أستاذة أسماء على التليفون. ألو. ألو، أهلا وسهلا. لو سمحتي انا كنت بسال حضرتك، عايزه اسال الشيخ ان كان في مشكله حصلت وكده، وانا حلفت على المصحف ان انا ما عملتش الحاجه دي علشان هم يصدقوني ان انا فعلا ما عملتهاش وكده، بس هم برضو يعني ما صدقونيش ومصدقين يعني حد قال عليا حاجه وهم مصدقينها وانا ما عملتهاش، وحلفت على المصحف وهم ما صدقونيش برضو. حلفان حضرتك على صدق يعني؟ عايزة اعرف انا عليا دلوقتي يعني علي حكم للحلفان اللي انا حلفته ده مع اني انا صادقه فيه وهم ما صدقونيش، وانا متضايقه ان هم مثلا ظلموني في الحاجه ديت وكده وما صدقونيش وظلمني، والانسان اللي اتبلى عليا بالحاجه ده عايش وعايشين معاه كويس جدا ومفكرين ان هو اللي كويس وان هو اللي صادق، وكلهم ما صدقونيش انا، وانا اللي مظلومه وعايشه كاني بروح هناك مثلا عندهم او حاجه. بحس ان انا يعني عارفه لما تكوني مذنبه عملت حاجه وانت ما عملتهاش، ما حدش صدقني خالص، حتى لما حلفت على المصحف برضو ما صدقونيش. حاضر يا استاذه اسماء، دكتور محمود هيرد على حضرتك حالا. معايا استاذه ناديه. الو استاذه ناديه، اهلا وسهلا. طيب. الو، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، ممكن بس اسال الشيخ؟ اتفضلي، هو مع حضرتك. أنا كنت عايزة أسأل على حاجة. هو أنا بابايا بقاله سنة ونص ممشي إخواتي من البيت، ففي أخ فيهم أخويا الكبير تعب وعمل عملية الزايدة، كانوا قاعدين في القاهرة، فأنا مامتي بقالها سنة ونص ما شافتهمش، ولا هو مخليها يعني إيه فين وفين، عقبال ما تسأل عليهم من وراه عشان هو ما يتضايقش. تمام. فهو أما تعب وعمل عملية الزايدة فهي صعب عليها إن هو قاعد في القاهرة بعيد عنها، فهي قالت له انا عايزه ارجعها، راح قال لها يانا يا هم، فهي سكتت ما ردتش، فهو فهم ان هي عايزاهم هم، فهو اخذ بعضه لم هدومه ومشي، ودلوقتي عايز يتم الطلاق ما بينهم، بس هي مش عايزه الطلاق، فهي كده على غلط ان هي دخلتهم البيت وهو بره، وكل ما ترن عليه تقول له ارجع خلاص همشيهم يقول لها لا، اللي بيني وبينك خلص عشان انت دخلتيهم البيت وانا مش عايزهم، هي تقول له دول عيالك زي ما هم عيالي بالظبط. تمام. يقول لها لا، دول ولا عيالي ولا اعرفهم. طبعا يعني انا بنتها، انا ما بينهم في الرجلين، يعني انا البيت مش مكتمل، انا اتحرمت من اخواتي سنه ونص لدرجه ان هم ما حضروش خطوبتي، ونفس الوقت دلوقتي محرومه من بابايا، فانا في النص ما بينهم، هو مش عايز يرد عليا ولا يكلمني حتى، كل ما يكلمني يقول لي كان عندي اثنين وماتوا، بقيت انت الثالثه ومت انت كمان. فانا دلوقتي عايزه اعرف هي مشكلتي مش انا، هي مشكلتي مشكله امي، عايزه تعرفي كده على صح ولا ايه، هي مش عارفه تتكلم في التليفون، فانا قلت اتكلم بالنيابه عنها بس الشيخ واعرف الحل ايه، هي على صح ولا لا. حاضر يا استاذه ناديه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. معانا ايمان. الو السلام عليكم. استاذه حنان اهلا بيك يا فندم. الله يخليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اسال فضيله الشيخ؟ طبعا. السلام عليكم حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا اول ما نطلع وصايه انا اميه ولا مش هنقرا، هنكتب يا دوب هنعرف،
سورة الفاتحة وقول هو الله أحد على كدي خالص. لما لكن لما نسجد على المصلاي نقول حسبي الله ونعم الوكيل الظلم وقع علي، هل يجوز في الصلاة أنا وأنصلي وحط راسي على المصلاي أنصلي نقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ حاضر يا أستاذة حنان، حاجة تانية؟ الله يخليك يا حبيبي، شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. طيب نرد سريعا على أسئلة مشاهدينا. أستاذ أحمد عاوز قرض لأن البيت في أزمة شديدة جدا وبيقول على كل 1350، الناس قالوا له ده ربا وحذروه، هو مش عارف يعمل إيه على الرغم اللي هو محتاج برضو الفلوس دي. ما دام هناك احتياج وهو ده الطريق الوحيد الذي أمامه لشراء حاجات للبيت أو علاج الأولاد أو كذا أو كذا، خلاص يبقى ما فيش مانع ويأخذ على قدر ما يحتاج بحيث أنه يبقى قادر بعد ذلك على سداد ما أخذه من أموال، فما فيش مشكلة إن شاء الله. اللي هو ياخد القرض، ان هو ياخذ المال او من البنك ما فيش مشكله ما دام محتاج وهيقدر ان شاء الله ان هو يسده في مواعيده. طيب معانا سؤال على السوشيال ميديا من مجدو لاين من المغرب، بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربي يسعد حضراتكم، قالوا لي في الكنترول اسمها مجدولين، عايزه تعرف وعاوزه حضرتك تدعي لها بالهدايا وصلاح نفس. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يصلح نفسها وأن يصلح أحوالها وأن يوفقها إلى ما يحبه ويرضاه، ونحن جميعا والسادة المشاهدين الكرام. طبعا يعني بنحيي الدول العربية اللي شاركت معنا النهاردة، جزائر ومغرب، يعني كمان نقول لهم تابعونا على السوشيال ميديا على الصفحة الرسمية لقناة الناس على الفيسبوك وكمان في واتساب، ممكن حضراتكم تبعتوا فيه أي سؤال وعلماءنا هيردوا على حضراتكم. نروح لأستاذة عائشة، بنتها مخطوبة، خلالها لما بيجوا يسلموا عليها بيبصوها وبيحضنوها، خطيبها زعل وقفش كده يعني بالعامية، فقال لا ما الموضوع ده ما يحصلش تاني، على الرغم ان بابا اللي هو حمل بنت بيحضنها ببوسة. هو طبعا خطوبة ما فيش كتب كتاب حتى الآن، المعلومات عكس بعض، يعني احنا عندنا دلوقتي الخال من المحارم ووالد الخاطب ليس من المحارم إلا إذا تم عقد الزواج، طالما لسه ما فيش عقد زواج يبقى ليس من المحارم. فكون ان والد الخاطب يقبل البنت، طبعا اللي هو التقبيل زي بنته، يعني اللي هو المودة او الرحمة والشفقة والحاجات دي، ده خطأ طبعا، لانها يعني لم تدخل تحت دائرة المحارم بالنسبة له. اما الاخوال فدول محارم، فالامر يعني بسيط، هي المشكلة كلها في ان يعني في غيرة عند الولد ممكن تهذب وتنمق ويوضع لها إطار معين بحيث تستقر الأمور، لأن البداية كده يعني لسه في فترة خطوبة، يعني بعد الزواج هيبقى فيه بقى إيه يعني موضوع على تبعات زيادة شوية، فيبقى من البداية نعرفه إيه الحدود المسموح بها وإيه الحدود غير المسموح بها، التي مسموح بها يعني تتوافق مع الشرع الشريف، ما هيش مخالفة له يعني. فالخال زي الأب زي الابن زي الأخ، مثل هذه المسائل عند القدوم من سفر مثلا أو عند مناسبة معينة، حالة مرضية أو حالة فرح أو كذا، مثل هذا يعني يتسامح فيه والشرع لا يمنع منه. بس هو ما فيهوش مشكلة صح يعني؟ نعم، لا 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 حرج فيه بالنسبة لأخوال البنت وليس الوالد الخاطب. والد الخاطب ده ما ينفعش بعد الجواز. نعم يعني، لكن الآن لا ما ينفعش. الأب. نعم صحيح، ومش من حقه يزعل الولد خطبها. مش هنقول مش من حقه يزعل، هنقول له ده يجوز في الشرع فما فيش مشكله، لو انت فاهم انه ده حرام لا هو مش حرام. طيب عشان يعني ياخد الموضوع كده ببساطه ان شاء الله. تمام. نروح لاستاذه اسماء، حلفت على المصحف وعماله تحلف على المصحف وتقول لهم صدقوني انا ما عملتش كده واللي حواليها مش مصدقه ومظلومه، تعمل ايه؟ المشكله ان هي ظن أن انها تحتاج الى ان تثبت الصدق، وده مش صح دائما وابدا. الصادق او الاصل هو الموجود طبيعي، يعني الاصل ان الانسان صحيح وان الانسان صادق وانه صاحب حق، ده الاصل كده، لا ينتقل عن الاصل الا بدليل. انا ما جيبش دليل على ان الشمس موجوده مثلا، ما هي موجوده هي اصلا،
لكن اجيب دليل عليها على ان الشمس غير موجوده. مثلا هي صادقه، ما اجيبش دليل على انها صادقه، لا احنا بنجيب دليل على خلاف الاصل، يعني خلاف الاصل هو اللي محتاج دليل. يعني بنقول دي كاذبه، ايه الدليل على الكذب؟ مفيش، يبقى مفيش كذب. يعني احنا بنتحرى الكذب اللي في الموضوع، مش بنتحرى ان هي صادقه ولا لا. صحيح، ليه؟ لانها الاصل انها صادقه. طب احنا عايزين نقول دي كاذبه، ايه الدليل؟ مفيش دليل، يبقى هي صادقه. مش اقولها لو سمحت جيبي دليل على انك صادقه، ما هي صادقه اصلا. ده الدليل، الاصل ان هي صادقه. نعم، الدليل لا يؤتى به لاثبات الاصل، وانما يؤتى بالدليل لاثبات خلاف الاصل. طب هي تعمل ايه في موقفها ده؟ ولا تعمل حاجه ولا تشغل بالها اصلا، هي تروح وتعيش حياه عاديه جدا، حاسه نفسيتها تعبانه ومش مبسوطه. لا، ما هي لازم تنتصر على الشيطان، ولازم تنتصر على الحاله اللي موجوده، الحاله اللي هي غير موافقه للشرع وغير موافقه للمنطق، فهي لا تستسلم، تروح ويعني تعيش حياتها بشكل طبيعي جدا جدا، ولا تلتفت لمثل هذا اللي عاجبه الكلام ماشي، اللي رافض براحته بقى يثبت زي ما هو عايز. طيب نروح على السوشيال ميديا. دكتور ياسر الكرشاوي بيقول: هل يجوز اعطاء زكاة المال لبنت محتاجة وفقيرة لتدفعها مصاريف في جامعة خاصة؟ وجزاكم الله كل خير. حسب ظروفها وظروف أسرتها. يا فقيرة. نعم، إذا كانت الأسرة في احتياج إلى المساعدة فلا مانع من المساعدة من أموال الزكاة. التعليم من الأمور المهمة، النفقة فيه تصلح أن تكون من أموال الزكاة، وحسب ظروفها، وكما ذكر يعني السائل الكريم أنها أسرة محتاجة، فلا مانع إن شاء الله من إعطائها من زكاة المال. طب نروح لمشكلة الأستاذة نادية. هي مشكلة كبيرة جدا، أب متخانق مع أولاده، طردهم من البيت، الأم طبعا وعاطفتها غلبت عليها، فعايزة أولادها جنبها، وخصوصا اللي هم مش يعني ساكنين بعيد عنها. جابت الولاد، وخصوصا أن في واحد فيهم عمل عملية. الأب زعل، ساب البيت، وصل الموضوع للطلاق. البنت طبعا في النص، من يعني مش عارفة أقول إيه، متداس عليها شوية، فمش عارفة تعمل إيه. باباها عاوز يتطلق، الأم مش عايزة تتطلق، عايزة أولاد. المشكلة الكبيرة دي ليها أطراف كتيرة جدا، نقول لهم إيه يا دكتور محمود؟ هو في البداية بنقول إن في مثل هذه المشاكل لازم أو يعني يفضل إن إحنا بس نحكم العقل للحظة. العاطفة ماشي، وأمر مقبول، وده أولادها وكل حاجة، ولها حق وكل شيء، لكن يعني نؤجل هذه الجزئية، وإنما نحكم العقل. العقل بيقول إيه؟ بيقول في قواعد. لما تبقى في مشكلة من هذا القبيل بنقدم الأهم على المهم، إذا اجتمعت مفسدتان بنراعي أعظمهم ونرتكب الأخف، اللي هو ارتكاب أخف الضررين. في مشكلة دلوقتي، يا إما الأولاد يدخلوا يا تتطلق، الطلاق أعظم مفسدة، ولذلك فنؤجل الطلاق. يعني طب يا جماعة انتوا في مكانكم، ونتصل بيهم بالتليفون مثلا، أو يعني نلتقي بهم في مكان، بحيث إيه؟ نحافظ على البيت. ده الهدف الأول. ثم بعد ذلك وإحنا موجودين بقى، والحياة الزوجية يعني مستمرة بشكل طبيعي، في لحظات بقى بتيجي، ممكن بقى إن هي يعني تتحدث مع الزوج، ممكن أهل الخير بقى يتدخلوا في هذه المسائل، بحيث تعود الأمور إلى الوضع الطبيعي. إحنا اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي بنعالج الأخطاء، يعني بنختار الخطأ الأخف، ما بنقولش ان ده صح يعني، او ان هو ده اللي يجب ان يكون. هنقول ان الزوجه في الحاله دي بقى تهدى شويه كده، ويعني لا تتعجل في القرار، تحاول اصلاح ما هو موجود بقدر المستطاع. ممكن ندخل بقى اهل الخير وصلاح المقربين يعني، او حد من القرايب او حاجه يتحدث بين الزوجين، يوفق ما بين الطرفين. ومشكله الاولاد بقى نبقى نحلها بعدين، يعني ايه ناجل دي دلوقتي. احنا عندنا يعني هدف، مشكله الطلاق الاول، بعد كده مشكله الخلافات بين الاولاد وباباهم تتاجل. نعم، ده الافضل. طيب واحنا في نهايه حلقتنا، في اقل من دقيقه دكتور محمود، لو فضلتك تتكرم وتقول لنا مجمل احكام فتاوى النهارده المتعلقه باوقات الفضيله واوقات الكراهه للصلاه. الصلاه المفروضه لها وقت بدايه ولها وقت نهايه. الافضل ان يصلي الانسان الصلاه في اول وقتها. الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله. أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول الوقت، إلا إذا وجد سبب يقتضي التأخير. الصلاة عماد الدين،
من أقامها أقام الدين، هي أول ما يحاسب عليه الإنسان. يجب على الإنسان أن يراعي الصلاة وأن يهتم بها وأن يراعي أوقاتها وأن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها حتى لا يتعرض إلى يعني السؤال يوم القيامة. بشكر فضيلتك، شكرا جزيلا دكتور محمود شلبي أمين الإفتاء والدولة الإفتاء المصرية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من فتاوى الناس.